إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمارات توقعت أن البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفايدة 200 نقطة، وده خلال اجتماع البنك المركزي القادم يوم 22 ديسمبر. هنتكلم إن شاء الله على التوقعات وبنت توقعاتها بناء على إيه، وكل الأسباب والعوامل اللي خلت الشركة توقع رفع أسعار الفايدة 200 نقطة. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل خاصية الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتعالوا معانا نتكلم على توقعات أسعار الفايدة خلال اجتماع البنك المركزي القادم 22 ديسمبر وفقا لبيان صدر من شركة للأوراق المالية والاستثمارات. تعالوا معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودي قناة صباحي. قبل ما نتكلم على البيان اللي صدر من الشركة حابين ننوه على حاجة. يوم ما عملنا الفيديو الخاص بتعويم الجنيه واتكلمنا عن حروب الجيل الخامس، طبعا الناس فسرت الكلام رغم كان الكلام واضح بالفيديو زي ما هي عايزة تفسر. كلامنا واضح جدا، احنا بنتكلم على الشائعات وان احنا نكون وقود لنشر هذه الشائعات. يعني انا لاحظت ودايما بلاحظ حاجات كتيرة وحضراتكم اكيد بتلاحظوها، ان في وقت معين كده بنص نلاقي شائعة في اجتماع استثنائي للبنك المركزي والبنك المركزي هيخفض سعر الفايدة. انا بتكلم على الشائعة الاخيرة، والبنك المركزي هيخفض الجنيه المصري والجنيه المصري هينهار. انتوا عارفين الشائعة دي عملت ايه؟ عملت شلل تام في السوق المصري، عملت ان التجار وقفت البيع، ان في بعض رفع الاسعار، في كتير جدا حبس السلع عنده انتظارا لارتفاع الدولار وانخفاض الجنيه المصري. فاحنا احيانا بترويج الشائعات بنكون سبب في مشاكل كتيرة جدا بتحصل لنا احنا في الاخر. ولا يعني تماما اللي انا قلته ان احنا بندافع عن الحكومة، ولا معنى الحرب الجيل الخامس انك انت تدافع عن الحكومة. الحكومة فيها مشاكل، الحكومة فاشلة في ضبط الاسعار، وعارفين ان في فساد، في جهود بتبذل للحد من الفساد لكن لسه موجود، وكل ده عارفينه. ومش عايز انا اطول في الموضوع ده، ليه؟ عشان خاطر ما اخدش وقت كتير من حضراتكم. هي القناة متخصصة في البنوك والاستثمار، فمش عايزين نخش في متاهات. لو قعدنا نتكلم هنتكلم بالساعات، ولو قعدنا نرصد التقصير هنتكلم بالساعات. أقلها الغلاء اللي بنشهده حاليا اللي غير مبرر، والحكومة فاشلة في ضبط الأسعار. آخرها وزارة التموين شكلت لجنة مع اتحاد الصناعات والغرفة التجارية هيشوفوا ايه السعر العادل ده 15 سلعة، ويمروا على التجار ويشوفوا التاجر حاطط السعر ولا مش حاطه. يعني الامور بطيئة جدا، يكون طبعا السعر اتضرب في 3. وفقا للتقرير اللي معانا بيقول ان الجنيه انخفض 36% من بداية العام. لو حضرتك شفت من بداية العام لحد تاريخه الاسعار رفعت كم مرة؟ هل رفعت 36% ولا رفعت ما يقرب من 100% و200%؟ فين الحكومة وفين هي تضرب بيد من حديد على كل المستغلين في السوق، كل اللي هما بيحتكروا السلع؟ ده كله مطلوب من وزارة التموين، مطلوب من الحكومة ان هي تضرب بيد من حديد على موضوع الاستغلال في السوق. انا بتكلم على قطاع البنوك وعلى ما يدور داخل قطاع البنوك، واني ترويج الشائعات او احنا نكون وقود لترويج الشائعات، ده اللي انا بقصده من قصة حرب الجيل الخامس. يعني حضرتك تشوف بوست بيتكلم عن انهيار الجنيه، فحضرتك تيجي مشيره وده يشيره وده يشيره، وتفضل حالة من البلبلة اللي موجودة، اللي بالنهاية بيأثر على التجار اللي لما يعرفوا في اجتماع للبنك المركزي استثنائي ينتظروا يحبسوا السلع، يرفعوا السلع، يرفعوا الأسعار، ده الدولار رفع، ده الدولار مش عارفين. كل ده عوامل بتساهم وبشكل كبير، ده وجهة نظر الخاص. لو عندك وجهة نظر تانية اكتبها لنا، بس يا ريت اللي بيكتب تعليق يعني بلاش بقى التهكم والسخرية. على فكرة ده من أنواع الحروب الجيل الخامس، انك انت تتهكم على اللي قدامك او تسخر منه، او يعني انت عندك رأي مخالف قوله بمنتهى الاحترام، قوله على القناة. انت بقى من النوع اللي بيحب يسخر من التانيين، انا ما بحبش الاسلوب ده، واسمح لي هحذفك من على القناة لو انت اتبعت الاسلوب ده على القناة. احنا بنرحب دائما بكل التعليقات اللي مخالفة لينا، قول حضرتك اللي عايز تقوله،
بس انا دايما بنطلق من قاعده محدده. ايه القاعده اللي انا بقوله ده؟ بقوله وانا قاعد كده اي كلام في اي كلام، ولا بناء على معلومات عندي؟ يعني لما تقول لي مثلا والله لا ده التضخم مرتفع ونتيجه للتضخم فهيرفع البنك المركزي، ماشي. لما تقول لي لا ده الاسعار رفعت 200% والحكومه فاشله في ضبط الاسعار، ماشي. واللي بستغرب له كمان ان البعض بيعلق انت باذل جهد ومش عارف ايه. اما انا لازم ابذل جهد، لان في الاخر انا بقول معلومه، المعلومه دي بيشاهدها عدد كبير من الناس، وانا مسؤول قدام ربنا اقدم لك معلومه، فانا بحاول اجتهد عشان خاطر استخلص المعلومه واوصل لنتيجه انا ضميري يكون راضي عنها. كمان بنحاول نعرض لكم كل ما هو متاح، سواء كنت مقتنع بيه او مش مقتنع بيه. يعني في تقرير صدر من بنك ياباني عرضناه على حضراتكم، شايف صوره سلبيه للجنيه المصري وسوق الصرف المصري على عكس رايي تماما، عرضناه على حضراتكم. ودي في النهايه نافذه خاصه بيا، بحاول من خلالها اقدم خبرتي من خلال تعاملي مع البنوك على مدى 25 سنة. نعرض لكم وجهات النظر الإيجابية وجهات النظر السلبية، ومنديش توصيات، وفي النهاية القرار بتاع حضرتك، خد القرار اللي يناسبك واستثمر بالطريقة اللي تناسبك اللي تحقق لحضرتك الاستفادة القصوى. الموضوع ده زي ما قلنا لحضراتكم لو احنا هنتكلم فيه مش هنخلص، وقت حضراتكم سمين، فتعالوا نتكلم على التقرير اللي أصدرته شركة HC للأوراق المالية والاستثمارات، بتشير إن البنك المركزي في الاجتماع القادم، خلاص احنا هنتكلم على يوم الخميس القادم، هيرفع أسعار الفايدة 200 نقطة. ليه هي توقعت كده؟ توقعت كده علشان البنك المركزي من وجهة نظر الشركة هيستهدف التضخم خلال الفترة القادمة، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية، خاصة بعد ما البنك المركزي الفيدرالي بدأ يقلل من السياسة المتشددة ليه ورفع أسعار الفايدة خلال الاجتماع اللي فات 0.5%. هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلي بشركة HC للأوراق المالية قالت إن لجنة السياسة النقدية هترفع سعر الفايدة بمقدار 200 نقطة أساس. الهدف مجاهدة التضخم وجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار. التضخم ارتفع بنسبة 2.3% على أساس شهري و 18.7% على أساس سنوي. هم كانوا مقدرين إن التضخم يوصل ل 16.5%، وبتتوقع إن معدل التضخم يكون في سبتمبر 19%. بتقول إن الجنيه المصري انخفض بنسبة 7% منذ 27 أكتوبر 2022، وده كان اجتماع للبنك المركزي المصري، اجتماع استثنائي، وتم خلال الاجتماع ده رفع أسعار الفايدة 200 نقطة. ومن بداية العام الجنيه المصري فقط 36% من قيمته. ده بسبب ايه؟ بسبب الضغوط على ميزان المدفوعات، وان شاء الله نشرحه لحضراتكم، الى جانب الالتزامات اللي علينا نتيجة لسداد الديون. طبعا كان في شائعة طلعت على قصة ان مصر مش قادرة تسدد الديون. ان شاء الله نخصص حلقة كاملة، وعاوزين نذكر ان مصر ما تخلفتش ولا مرة عن سداد الديون، ودي نعمة من ربنا حتى في أصعب الظروف اللي مر بيها الاقتصاد المصري، وهي فترة الانفلات الأمني والحرب على الإرهاب. كل دي فترة طويلة جدا، وكان ممكن مصر بمنتهى السهولة إن هي ما سددتش الالتزامات اللي عليها، نتيجة إن هي في أوقات صعبة في حالة من عدم الاستقرار، ومفيش أصلا مؤسسات في الدولة، فكان ممكن ما سددتش. وعلى الرغم من ذلك سددت الدولة كل الالتزامات اللي عليها، وده يدل دلالة قطعة على ان الدولة المصرية دولة عميقة، مش دولة هشة زي الدول اللي احنا بنشوفها اللي اقل حاجة نبص نلاقيها انهارت، على الرغم ما كانش في نظام سياسي ولا في رئاسة، وكانت مصر بتسدد الديون اللي عليها لان عندها مؤسسات قائمة ومستمرة وقادرة حتى ان هي تحمي الاقتصاد المصري في أصعب الظروف. والتقرير أيضا بيقول إن ارتفاع معدل الدين الخارجي إلى الناتج المحلي إلى ما يقرب من 39% في السنة المالية 2022-2023، مقارنة بما يقرب أيضا من 38% في السنة اللي قبلها. الاحتياطي النقدي تراجع 18% في نوفمبر، وصل ل 33.5 مليار دولار،
مع زيادة بنسبة ما يقرب من 68% في احتياطي الذهب مقابل 22% تراجع في العملات الأجنبية. معنى الكلام إن الاحتياطي النقدي وصل ل 33.5 مليار دولار، وده رقم كويس، ده رقم ممكن نعتمد عليه أيضا في الأزمات. لو تفتكروا قبل التعويم في 2016 تقريبا كنا بنتكلم على 13 مليار دولار، فعندنا احتياطي يقدر أيضا يسندنا وقت الأزمة. وأشارت أيضا إن تحولات المصريين من الخارج انخفضت في شهر أغسطس بنسبة 8% وصلت ل 2 مليار و200 مليون دولار. واتسع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي باستثناء البنك المركزي إلى 16.4 مليار دولار مقابل 5 مليار دولار في العام السابق. وانخفضت الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياط الرسمي ل 1.6 مليار دولار في نوفمبر من 11.5 مليار دولار أمريكي. يشير جدول سداد الديون المستحقة على مصر مبلغ قدره 20 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2022 و2023. وصل متوسط العائد على زوم الخزانة أجال ال 12 شهر بعد خصم الضرائب إلى ما يقرب من 16% في الطرح المقام يوم 8 ديسمبر، مع نسبة عرض على تغطية تبلغ 3.2 مرة، مما يشير إلى الحاجة لرفع الفائدة. وتقدم زوم الخزانة المصرية أجل 12 شهرا حاليا عائدا حقيقيا سالب 0.1%، وسيؤدي احتساب الزيادة المتوقعة البالغة 200 نقطة أساس إلى جذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار. في اجتماع يوم 27 أكتوبر الماضي البنك المركزي رفع أسعار الفايدة 200 نقطة، ترك موضوع سعر الصرف لآلية العرض والطلب، وبالتالي شفنا انخفاض في الجنيه المصري، وانخفض وقتها الجنيه المصري 14% يوم الاجتماع اللي هو 27 أكتوبر الماضي. البنك المركزي المصري رفع أسعار الفايدة خلال العام الحالي 500 نقطة أو 5%، ولو رفع أسعار الفايدة 2% يعني ورفع كده كام 700 نقطة أو 7%. والفيدرالي الأمريكي يوم 15 ديسمبر رفع أسعار الفايدة 50 نقطة أو 0.5%، كده يبقى إجمالي ما تم رفعه خلال العام 4.25%. دي توقعات شركة HC للأوراق المالية والاستثمارات، وزي ما تعودنا مع بعض احنا بنعرض لكم كل وجهات النظر اللي بترصد ما يتعلق بقطاع البنوك والقطاع المالي والاستثمار. في النهاية شركة HC للأوراق المالية توقعت ان البنك المركزي المصري في اجتماع ديسمبر القادم او يوم الخميس يرفع أسعار الفايدة 200 نقطة أساس، وده علشان البنك المركزي هيواجه التضخم إلى جانب الفايدة على زون الخزانة سلبية، فلما يرفع 200 نقطة ده هيحول الفايدة لإيجابية وبالتالي يجذب رؤوس أموال من الخارج أو تدفقات من الخارج. وعرضنا على حضراتكم التقرير وما جاء في التقرير وكل الأسباب اللي اعتمدت عليها الشركة. بنذكر حضراتكم بالاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس. لو في أي تعليقات بنرحب بيها اكتبوها لنا على القناة، بنشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص كده على القناة بحيث تقدر تتعرف على الفيديوهات اللي موجودة على القناة، لان في كتير من تساؤلات حضراتكم اجابتها موجودة في فيديوهات عملناها قبل كده كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعاملات العملاء مع البنوك. بنك القاهرة اعلن اليوم عن طرح شهادة جديد اسمها البريمو جولد. الشهادة مدتها 3 سنوات والعائد متنوع على حسب انت بتختار العائد ازاي. يعني لو انت اخترت دورية صرف العائد شهري فسعر الفائدة بيكون 16% سنويا، ولو انت اخترت دورية صرف العائد يعني العائد ينزل في حسابك كل 3 شهور فالعائد 16.25%. اما انت لو اخترت دورية صرف العائد سنوي فالعائد 17.